اليوم هاد مش يوم، كل المواقف بتصير نفس اللحظة مع بعض. مرحبا يوتيوب، انتوا عم تحضروني هون على قناتي عزة زعلو. كلنا بتمر علينا ايام بنحسها صعبة كتير، مرات بنعرف شو هو السبب ومرات ما بنكون عارفين ليش احنا هيك عم نحس، وبنصير ما مصدقين هو هذا اليوم يمر ويخلص. وانا مثلكم بالضبط، بتمر علي مثل هيك ايام. فاليوم بهذا الفيديو حبيت اشارككم كيف بكون حاسه وايش هي الاشياء اللي بعملها واللي بتساعدني وتخليني احس احسن، وهاليوم هذا بصير اهون بكتير. فحابتكم تشاركوني وتشوفوا معي كل هالاشياء اللي عم بحكي عنها. Let's start. هون تحديدا بكون شايف الدنيا بس عباره عن حياه سريعه، شغل كتير، ولما اكون متضايقه بصير كل شيء حوالي يضايقني اكتر، أصغر التفاصيل. وبتكمل لما أتأخر على اجتماعي لأنه مش ملاقي باركينج، والقهوة بتقرر تنكب علي تحديداً بهذا اليوم. المصعد بصير أبطأ وأبطأ. أفت، ليش قرر يوقف على كل الطوابق؟ برجع على البيت بعد يوم طويل مش عم بيخلص، بس بذكر حالي إنه هذا اليوم رح يمرق ومش رح يرجع. باخد نفس، بهدي حالي وبقرر أعمل الأشياء اللي بحبها حتى لو مش جاي على بالي أعملهم بهاي اللحظة. فمثلاً بقرر إني أعزف موسيقى وأصور لكم مقطع جديد أو صورة جديدة أنزل لكم إياها على السوشيال ميديا، وتعالوا أفرجيكم كيف بعمل السيت اب تبعي دايماً. هذا موبايلي هواوي ميت 20، كتير حاببته وحاب المزايا اللي فيه. بفتحه من خلال بصمة الشاشة وبجهز اللقطة اللي بدي إياها. خلينا نشوف هاي اللقطة حلوة. بس تعرفوا شو؟ بالعادة بفكر إنه يا ريت لو الموبايلات فيها خاصية تقدر تفرجي كل المكان اللي أنا فيه، وعشان هيك هذا الموبايل كان كتير مناسب لإلي لأنه فيه خاصية الوايد أنجل، يعني بتوسع زاوية المشاهدة بالضبط مثل هيك. يا سلام يا سلام. واحدة من الأشياء اللي بحب أعملها كمان إني ألعب رياضة، أي نوع من أنواع الرياضة لو شو ما كنت متضايقة إلا ما تخليني أحس بشعور أفضل وبفرغ المشاعر السلبية اللي حاسة فيها. وفي مرات الموضوع بيكون أبسط من هيك، كاسة شاي، منظر حلو، وتليفون مع الأصحاب أفضفض لهم، يا سلام بتعدل المزاج وما في أحلى من هيك. ومرات مشوار عند البحر بيعدل المزاج وبينسيني كل الهم. بيقولوا يوم إلك ويوم عليك، بس أنا بقول إنه ممكن الأشياء البسيطة اللي حوالينا تخلي هاليوم اللي عليك إلك. وفي أبيات شعر للشافعي بحبها كتير وبتعطيني أمل دايما، بيقول فيها: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، فلا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء. أنا بحبكم كتير وبدي أطلب منكم إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك، سبسكرايب وضوي نوتيفيكيشنز ليوصلكم كل جديد لإلي. وإذا بتحسوا إنه في حدا ممكن يحب هذا الفيديو ابعتوا له إياه واعملوا الفيديو شير. بشوفكم في فيديو جديد، باي باي.